طيب دكتور علي، إن شاء الله بعد نهاية حرب غزة كيف سيكون حال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي؟ مهزوم أم منتصر؟ سجن وينتهي مستقبله السياسي. ولذلك بنيامين نتنياهو متمسك بمحور صلاح الدين أو فيلادلفيا، هو لا يشكل أي قيمة استراتيجية بالمناسبة. There is no strategic significance لهذا الممر، فقط نقطة واحدة، هو لا يريد أن يتوصل إلى صفقة، ولذلك يتمسك بمحور صلاح الدين، وهذا سيتحول كما تحول معبر نسرين إلى محور للرعب والقتل للجنود الصهاينة، سيتحول محور صلاح الدين إلى محور للقتل والرعب للجنود الصهاينة، والقادة العسكريون الأمنيون الإسرائيليون والعسكريون قالوا إن التمسك بمعبر صلاح الدين ليس له أي قيمة، وقال إنه يعني طبي من زمان الممر فيلادلفيا أو صلاح الدين لم يكن فيه جنود صهاينة، ومع ذلك دخل الفلسطينيون، المقاومة الفلسطينية بقيادة حماس دخلت إلى داخل مغتصبات غلاف غزة في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023،